قد لا تميز من هؤلاء اللاعبين التركي من السوري من غيره، فقد جمعتهم الرياضة بعيداً عن أي شيء. تحت شعار يداً بيد، أطلق المنتدى السوري بالتعاون مع بيست أكاديمي بطولة تحدي بكرة السلة شارك بها أكثر من 20 فريقاً من السوريين والأتراك، تعبيراً منهم عن إظهار جانب آخر من جوانب الاندماج بين المجتمعين. رسالتنا جدا واضحة، تقارب مجتمعي، نشر السلام. التصريحات اللي كانت تطلع ببعض الأحيان هي لا تمثل الشعوب بشكل عام، التصريحات خلينا نقول اللي إلى معاني أو مغازي أخرى. نحن هدفنا هو التواصل، التقارب، تعزيز الصلة بين المجتمع السوري والمجتمع التركي. لقد سارت البطولة على نحو جيد، قضينا أوقاتا جميلة مع إخوتنا السوريين. شكرا لكل من نظم هذه البطولة، أربطنا ببعض الأصدقاء علاقة جميلة وتعرفنا هنا على مزيد من الأصدقاء. يهدف المنتدى السوري من خلال برامجه المجتمعية التي ينفذها في تركيا لخلق بيئة واعية مندمجة مع المجتمع التركي لتعزيز مفاهيم الإنسانية وتحقيق السلام، وبهدف لفت الأنظار لتحييد الملفات الإنسانية عن السياسية. فقد طبع عبارته نيدز نادفيتو على جميع قمصان اللاعبين بهدف إيصال رسالة لمن لا يعلم بضرورة الوقوف مع المهجرين في الشمال السوري. خلينا نوضح لهم أنه تعال شوفوا شو عم يصير عنا بسوريا من خلال بطولة رياضية تبين لهم أنه أنتوا لازم تعرفوا شو اللي عم يصير بقلب سوريا. يومين متتاليين تخللهما حماس وتصفيات أضفت في نهاية المطاف لفوز أحد المنتخبات التركية وحصوله على كأس البطولة ومبلغ مالي، ورسالة واضحة للعالم أن لكل وجه مظلم آخر مشرق. يدا بيد، شعار أطلقه اللاعبون هنا عربا وأتراك في محاولة منهم لإظهار جانب من الجوانب المشرقة التي عاشوها ويعيشونها معا منذ سنوات طوال. حسين الزيدي، حلب اليوم، من مدينة اسطنبول.